طيب لو عايزين نتاكد بقى من التشكيل، لو عايزين نتاكد من حاله المصابين، لو عايزين نتاكد من الحاله المعنويه لمنتخب مصر قبل ساعات من مواجهه المنتخب الكاميروني، بالتاكيد هنروح لزميلنا المميز دوما حسن غنيمه من الكاميرون، يعرفنا كل شيء عن منتخب مصر قبل هذه المواجهه. حسن مشرف ومنور كالعاده. من العاصمة الكاميرونية يا وديه، تحياتي ليك زميلي وصديقي العزيز كابتن كريم رمزي، وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. الحقيقة يمكن نروح معنوية متابعة كريم، وعايز أكمل الناس إن شاء الله إن لعيبتنا بكرة بإذن الله يعني عايزين وعندهم إصرار كبير إن شاء الله إن هم يأدوا مباراة ملحمية زي المباراة اللي حصلت أمام المنتخب الإسرائيلي بعدها المنتخب المغربي. لكن خليني أقول لك بقى النهارده بعد الاجواء خلال اليوم النهارده في معسكر منتخبنا الوطني، النهارده مجرد ما اللعيبه صحيوا من النوم كان في يعني محاضره نفسيه من كارلوس كيروش اللي قال للعيبه بعض الرسائل عشان يطمنوا وما يخافوش يلعبوا كورتهم. لعيبتنا فيها عندها ثقه وعندها القلق اللي هو القلق الصحي اللي ما يضرش، القلق اللي هو احترام المنافس، بس في نفس الوقت القلق اللي ما يخلكش ما تشيلش همك في الملعب. لا بالتاكيد عندها لعيبه كبيره وقادرة ان هي تكسب المنتخب الكاميروني في ارضه ووسط جماهيره بكره. في البدايه خليني اقول لك التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني بنسبه 99% بكره هيكون محمد ابو جبل لحراسه المرمى، وخاصه ان ابو جبل النهارده شارك بشكل قوي جدا في التدريبات الجماعيه، حتى لو محمد صبحي شارك بالتاكيد هو حارس دولي وكان حارس منتخبنا الاولمبي، وكل الثقه والدعم بالتاكيد محمد صبحي، لان كل حراسنا الحقيقه لما بينزلوا بيكونوا دايما على العهد وعلى الموعد مع الجماهير المصريه، بدايه من محمد الشناوي اللي بالرغم من اصابته الا انه ليه دور كبير جدا جوه الفريق، دايما بيحفز زملائه. حتى ابو جبل عمال بيتم مش جاي كارلوس كيروش حاله من اول ما اتصاب في ماتش المغرب، انا عاوز ارجع انا عاوز اشارك. دي الروح الايجابيه والروح الاصرار اللي موجوده من رجالتنا ولاعيبتنا الحقيقه في المعسكر، روح استثنائيه ودي رائع. خلينا نرجع معاك بقى للتشكيل. محمد ابو جبل لحراسه المرمى، وبقى خط الظهر هيكون احمد فتوح ناحيه الشمال، اثنين قلبي دفاع محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش اللي رجع بقوه للتشكيلات وتالق النهارده بعد عودته من اصابه الشرق في العضله الاماميه. كمان هيكون ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، ثلاثي خط الوسط منه الشماليه طبعا مركز ثمانيه اللي كلنا وكل المحللين فيها بيختلفوا عليه، مركز ثمانيه ناحيه الشمال في وسط الملعب. في مفاضله ما بين حمدي فتحي اللي رجع برده للتدريبات بعد عودته من الاصابه، وايمن اشرف ممكن يرجع بيه ناحيه الشمال في وسط الملعب مركز ثمانيه زي ما عمل في المباراه اللي امام المنتخب المغربي امام الثلاثي الهجومي المعتاد منذ بدايه البطوله صلاح مصطفى محمد في قلب الهجوم مرموش. كمان يعني خليني اطمنك بقى على حاله حمدي فتحي بالذات، لانه طبعا كان بيعاني من اجهاد في العضله الضمه، وهي كريم العضله الضمه نقطه اصابه لاعبتنا طول البطوله بسبب سوء ارضيه الملاعب. احنا متعودين يعني الملعب وحش يبقى عضله ضمه على طول، ما فيهاش نقاش، حتى العضله الضمه ضربت محمد ابو جبل. طيب حسن عايز اسالك سؤال مهم حسن لو تسمعني. اتفضل. سؤالي المهم ليك، هل سألت ليه الإصابات العضلية بتتكرر لمنتخبنا الوطني في معظم اللاعبين بشكل كبير جدا؟ عفوا كريم، الإصابات العضلية ليه اتكررت مع لاعبي منتخب مصر؟ الإصابات العضلية ليه اتكررت مع لاعبي منتخب مصر؟ هل سألت في ده؟ الحقيقة الإصابات العضلية اتكررت كتير مع لاعبي منتخبنا الوطني نتيجة لأن اللعيبة قبل ما ينضموا للعسكر منتخبنا الوطني كان في ضغط مباريات سواء في الدوري المصري او حتى في مع اللعيبه اللي كانت بتشارك في الدوريات الاوروبيه، في ضغط مباريات تتاخر فيها، ولكن بنسبه 80% من الاصابات العضليه وخاصه العضله الضامه دي بتبقى النتيجه وسوء ارضيه الملعب دايما، بيبقى اللاعب بيبقى عنده الريسبونس او رد الفعل بيكون مختلف شويه لما تكون ارضيه الملعب بتكون ناشفه او قاسيه. ولكن انا برضو حابب اطمن الناس على الملعب اللي هنلعب عليه بكره، هو واحد من افضل الملاعب الموجوده في القاره الافريقيه، ملعب الامبيات بيتسع ل 50,000 متفرج، ارضيته شداده رائعه يعني بتختلف تماما عن كل الارضيات اللي احنا شفناها منذ بدايه البطوله.
البطوله وملعب شابومه اللي كان ارضيته كارثيه بمعنى الكلمه. لكن لا اقدر اقول لك ان السبب الرئيسي في الاصابات العضليه بنسبه 60% هو سوء ارضيه الملاعب و 40% بسبب ضغط المباريات. لكن عشان كده ده اللي خلى كيروش وعصام الحضري مدرب حراس المرمى بداوا بيقللوا الحمل التدريبي على لعيبتنا عشان ما يحسوش بالاجهاد ويقدروا يكملوا البطوله. يعني انا النهارده في التدريب شايف عصام الحضري بيتكلم مع محمد صبحي كل 5 دقائق كل ما يشوط عليه شوطه يقول له صبحي انت كويس؟ انت تعبان؟ لو تعبان نوقف التمرين، لو تعبان نريح شويه. وده حتى اللي بيقوله كيروش للعيبه، اي لعيب يحس ان في ضغط على العضله يبدا يبلغني عشان يبدا في الحمل التدريبي. وبالتاكيد كيروش عمل كده. لكن النقطه بقى كريم اللي كانت خريفه النهارده خلال التدريب، النهارده اول ما التدريب بدا وكارلوس كيروش قاعد كده على الكرسي، قاعد بقى بيتامل على الكرسي، كان قاعد بيقول للعيب ده شوف هنا وباصي هنا وهتلعب هنا. فجاه لقى فوق دماغه طياره درون، وعشان نوضح للجمهور معنى كلمه طياره درون، يعني طياره يبقى موجود عليها كاميرا تقدر ان هي تتصور بزاويه اوسع او من فوق او في الهواء، طياره تبقى شايله كاميرا. فالمهم لقى فجاه طياره درون موجوده فوق دماغه، فالراجل امن على الكرسي، فراح مدح مندوب الكاس قال لها ايه اللي فوق دماغي ده؟ هو في حاجه اسمها كده انت بتضرب التمرين؟ فطبعا كارلوس كيروش قرر وقف التمرين في اللحظه وفي التو لمده 5 دقائق لحد ما جت مندوبه الكاس وسالت الطياره دي تبع مين؟ اتضح في الاخر ان الرد من السلطات الكاميرونيه انها طياره تابعه للتامين الكاميروني بيعملوا بروفا للتامين قبل 24 ساعه من المباراه. لكن بالتاكيد طبعا هي ولا بروفا ولا صحيح. حاجه. حسن انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الرائعه كعادتك بصراحه، يعني دايما بستمتع بهذه المداخله، بشكرك شكرا جزيلا يا حسن، دايما موفق.